مشاهدين في الدنيا كلها، النهاردة احنا جايين نعمل مع بعض أكل حلو قوي للأسرة وللطفل. هنعمل إيه؟ النهاردة هنعمل مع بعض شيش طاووق بصوص الباربيكيو، أطفالنا كلها بتحب الطعم ده. هنعمل النهاردة دبابيس مشوية بطريقة كده مفتكسة زي ما بيقولوا. إيه الطريقة المفتكسة دي؟ ده احنا هنتبلها النهاردة ببصل وبعصير برتقان علشان يدي فيتامين سي كده وقوة لأطفالنا الحلوين. وهنعمل لهم كمان، هيغمسوا جنب ايه ولا هياكلوا جنب ايه؟ رز بالفراخ، وهنحط فيه كوسة، وهنحط بصل مع فلفل اخضر مع البروكلي اللي هو بقى، يعني مش عايزة اقول لحضراتكم مهم جدا ان احنا نحاول يعني نستسمح اطفالنا كده ونحطه في الاكل بقطع صغيرة وياكلوه علشان صحتهم وعشان عافيتهم. ايه رأي حضراتكم؟ نروح فاصل صغير عبال ما تحضروا التليفون اللي بعيد عنك، قومي هاتيه علشان تصوري المقادير، القلم والورقة علشان نبتدي حلقتنا النهاردة. وما تنسيش برضو كوباية الشاي، الحقي بسرعة يلا عبال ما نروح فاصل ونرجع. فاصل ونواصل، ابقوا معنا. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية مع أكلات الأطفال والأسرة اللي إن شاء الله تنول إعجاب حضراتكم. تعالوا نشوف هنعمل إيه مع بعض، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب زبدة أهي، وبعدين هنحضر الفراخ بتاعتنا الجميلة دي اللي كل أطفالنا بيحبوها، وخاصة ما بتبقى متقطعة قطع صغيرة. مستنية تليفوناتكم ضروري جدا على الأرقام اللي هتظهر على الشاشة دلوقتي حالا. اللي ليه اي استفسار او اي سؤال يكلمنا على طول. حطيتي الزيت والسمنه مع بعض، هتكوني محضره بصل مقطعاه مكعبات صغيره كده علشان يحسوا بطعمها. لو عندك الطفل بيضايقك شويه ممكن تفرميها انعم شويه، مش هيحصل حاجه، نشغل دماغنا معاهم، وخاصه ان هم يعني بيحبوا يستنصحوا علينا. قلبي يستنصحوا قال. طيب نزلنا بالبصل بالشكل ده، حطي عليه شويه ملح كده، ونبتدي نشوح فيها. طب عبال ما البصله هنا تتشوح بتاعه الرز، تعالي نتبل الدبابيس بالطريقه المفتكسه اللي انا بقول لكم عليها دي. ايه الطريقه المفتكسه؟ هتجيبي الدبابيس وتشيلي الجلد بتاعها، تغسليها كويس قوي وتبقى كده نظيفه وزي الفل بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. طبعا احنا اللي حاطينه على الطبق ده للبرزنتيشن حاطين بابريكا، لان قبل كده جالي على الجروب بتاع القناه انتوا مش غاسلين الفراخ ودي فيها دم. الحقيقه ده مش دم، ده بيبقى بابريكا بنحطه بس على الطبق علشان يبقى شكله حلو في التصوير. فهنيجي هنا نقوم نازلين بالفراخ الجميله اللي بالشكل ده في بوله، وبعدين هنقوم عاملين كالاتي. هتجيبي السكينه وتشقي كده اهو، تاني والتالته بالشكل ده اهو. وتعالي نشوف هنتبلها بايه مع بعض. التفتيح ده علشان انا هحطها على الجريل، فلما بتفتح بيبقى شكلها حلو وبتستوي احلى واحلى اهو. عملت كده، هجيب السكينه هنا على جنب وهقوم متبلاها كالاتي. هحط لها ثوم مفروم اهو، هنزله كده، وهنحط ميه بصل، وهنحط كمان عصير برتقان بالشكل ده، وهحط شويه زيت، بعد ما حطينا الخلطة دي هاجي هنا وأقوم حاطة رشة زعتر عشان الزعتر بتطعم الفراخ جدا. بعد ما حطينا الزعتر غير الجوانتي بتاعنا علشان ما امسكش دول يقوموا ايه يتوسخوا. ادي شويه الملح، وهنحط كمان شويه فلفل اسود، مش هنكتر عشان ما تبقاش حاميه على اطفالنا، وهقلب بالشكل ده كده. طبعا انت لو عملتيها مارينيتد وتبلتيها قبلها بيوم وحطيتيها في التلاجة في الخلطه دي من تحت، هتخلي طعم الفراخ حكايه. يعني الحاجه كل ما بتتبل
وبتبقى قاعده في التتبيله دي بتعلي طعم بتاعك حلو قوي. خلاص؟ طيب هناخد الكلام ده هنا ونقوم نازلين على الشوايه كده. بصي مش عايزه اقول لك بجد الريحه بتبقى عامله ازاي. اهو ممكن بقى تعملي ايه؟ تخلي جنبك الفرشه وكل شويه تاخدي من الصوص ده وتدهني الفراخ بيها طول ما هي بتستوي، بتدي طعم حلو جدا. طيب هاجي هنا للبصل بديله درجه اللون الذهبي. يلا انا عايزه اصبح، فين التليفونات الجميله؟ تليفوناتكم الحلوه فين؟ اهلا حاجه رحمه واهل سوهاج، صباح الفل. صباح الخير يا غالي. ازيك عامله ايه؟ عامله يا غالي منوره الشاشه والله. الله يخليكي يا حبيبه قلبي، ده بنورك. تسلم ايديك، ايه الحاجات الحلوه دي؟ الله يخليكي يا حبيبه قلبي، تعيشي. بتفتحي نفس العيال، والبصله كده حلوه ريحتها حلوه اهي، شماها. وبعدين بصي بقى احنا حطينا لها اهو شويه زعفران. ده من ده، انت ايديك كلها عسل. الله يخليك يا حبيبه قلبي، انت تحطي ايدك كده في الحاجه تبقى سكر. تعيشي تعيشي من ذوقك ده، انت اللي سكر. والله وشك السمح اللي بيجيب الخير ده. تعيشي تعيشي يا ام رحمه، ربنا يخليك. والله العظيم يا رب يخليكي، تسلم ايديك. على فكره فكره حلوه قوي. الله يخليكي. والعيال بيحبوا الحاجات دي. ايوه بيسيبوا الاكل وبيحبوا الحاجات دي اللي انت بتعمليها. الله يخليكي الله يخليكي. وما فيش مانع على فكره ياكلوا الخضار برضو، لازم ندخله لهم في الاكل ده، مهم طبعا، مهم جدا جدا طبعاً. عارفه في اطفال كتيره جدا بيشتكوا ان بطنهم دايما بتوجعهم. وبعدين بيبقى عندهم مشكله في الاخراج، دايما عندهم ايوه امساك، عندهم امساك كده. ليه؟ نتيجه الله. عدم ان هم ما بياكلوش خضار. الخضار يا جماعه لازم نحطه لهم. هقول لكم على حاجه، احنا ممكن على فكره نعمل مهلبيه الكوسه. يعني الكوسه لما تيجي تعملي محشي، القلب اللي بتقوريه ده يتسلق مع سكر وفانيليا ويتربط بنشا ويتحط له لبن، بتبقى صحيه جدا. وتبقى جميله على فكره. ما بيحطوها كمان في الكيك. ايوه بيحطوها في الكيك وبتبقى جميله. كل افكارك حلوه كده وجميله. وبص اللون، اللون مشهي كده وحلو. الله يخليكي والله، تسلم ايديكي والله. تعيشي يا ام رحمه، تسلم ايديكي. صبحي لها على كل الناس الحلوه اللي قصادي. الله يخليكي يا حبيبه قلبي، شكرا ليكي. قولوا لهم انهاركم فل كده ويحبب فيكم خلقه يا رب. الله يخليكي، ادعي لنا بقى دعواتك الحلوه. ربنا يكرمكم وكل السامعين يا رب. الله وكل مصر يجعلها بخير كده دايما. اللهم امين يا رب. الله يخليكي يا رحمه، شكرا. نهارك ابيض يا جميل، نهارك زي العسل. مع السلامه. شكرا يا حبيبتي ليكي ولاتصالك، اهلا وسهلا. حطينا احنا الخضار على بعضه مع الثوم مع الزعفران والبصل، شايفين درجه اللون؟ بجد الاطفال لما هتشوف الالوان دي هتفتح نفسهم جدا. انا عايزه اجي هنا واجيب المساكه بتاعتنا دي كده ونقلب على الناحيه الثانيه كده بالشكل ده. وبعدين انا عايزه اروح واجيب الفرشه، وزي ما اتفقنا مع بعض هنجيب الصوص بتاعنا اللي احنا كنا متبلين فيه، ميه البصل. وتعالي نشوف بعمل ايه. باخد اهو بالشكل ده كده وبدهن. ده بيديها طراوه وبيديها طعم حلو قوي اهو. وتعالي نشوف مع بعض. هننزل بالرز. البروكلي هخليه اخر حاجه. ليه هخليه اخر حاجه؟ علشان خاطر هو يدوب اول ما بيشم البخار كده بيستوي. فانا لو حطيت له حطيته من الاول هيتهري ومش هيبان، يعني هو قرب ما الرز يستوي ممكن اسقطه على شويه البخار. هاجي هنا واقوم جايبه المرقه بتاعتنا واقوم ساقيه بيها الرز اهي. اهلا وسهلا استاذه امال، صباح الفل. صباح الفل عليكي. ازاي حضرتك؟ يسلم ايدك على كل اللي بتعمليه. تسلمي يا غاليه.
لا سمحت عايز اعرف بس التتبيله اللي عملتيها والرز بايه بالظبط اللي اتحط عليه عشان انا لسه فاتحه دلوقتي. الرز احنا حطينا من تحت بصله بشويه بزيت وزبده وحطينا شويه زعفران قلبناهم، نزلنا بالخضار اللي هو جزر وكوسه وفلفل اخضر وبعد كده الفراخ، حطيت شويه ملح وفلفل وقعدت اشوحهم مع بعض، ورحت نازله على الحاجه بالرز، وادي المرق اهو مرق الفراخ نزلت بيه على الرز وهسيبه. طب عايز اعرف بقى تتبيله الدبابيس. حطينا حضرتك ميه بصل وحطينا عصير برتقان وحطينا توم وحطينا ملح وفلفل وزعتر بس كده. طب وعايزه اعرف بس معلش كفته الفراخ. عينيا. لا يا فندم على فكره بصي حضرتك انت تتكلمي وتطلبي وانا انفذ، انا ماليش حاجه غير التنفيذ، فيا رب تطلبي الف الف صنف والله الف صنف. يعني مش قادره اقول لحضرتك انت منوراني في البرنامج قد ايه الاول. اهلا بيك يا فندم. شكرا لحضرتك ولاتصالك. اتفضلي اتفضلي يا فندم. طيب احنا هقول لك برضو الكفته، كفته الفراخ سهله جدا. بناخد صدور على وراك مخليه بنفرمها، وبعد لما بتتفرم بتتبليها بملح وفلفل، بصل بودره، ثوم بودره، بتحط لها زعتر، تحطيها في الثلاجه لحد لما تسقع كويس، وبعد كده بنبتدي ناخدها ونشكلها بالشكل اللي احنا عايزينه. طيب هاجي هنا دلوقتي، هنا بتغلي كده حبتين ثلاثه، بعد كده هنقلها على النار الهاديه علشان خاطر الرز ما يلزقش، فدائما وابدا بنحط الرز على نار عاليه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. استاذ جوهر يا ريت بعد اذن حضرتك نوري الساده المشاهدين ابقى بحطها على نار عاليه ازاي. كده اهو، ايوه الحمرة دي كده عشان يغلي حلو قوي قوي. بصوا بابا انا عايزه درجه الغليان دي يغلي شويه كده. شايفين درجه اللون بتاعت الرز عامله ازاي وهو بيغلي؟ البنات والعرايس ياخدوا بالهم اما نيجي نفتح الغطا بتاع الحله وهي بتغلي كده ما بقاش مقربه، علشان البخار بيبقى طالع قوي جدا ودرجه حرق البخار يعني بتبقى اوحش من الميه المغليه نفسها، فناخد بالنا كويس جدا. هنقل هنا بالشكل ده كده، وابتدي اجيب بقى هنا طاسه علشان اشوح فيها الخضار بتاع الدبابيس الجميله دي. احنا هنا برضو كان عندنا المساج بتاعنا، هقلب كده، انا عايزاها تاخد طعم الشوي الحلو اهو بالشكل ده كده. شايفين التفتيح اللي انا مفتحاه يا استاذه فريده بيخلي الدم اللي في الدبابيس ينزل ازاي؟ صباحك قشطه. صباح الفل. صباح النور. اهلا وسهلا. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. الحمد لله ان شاء الله دايما. امورك؟ لا هو سؤال بس كنت عايزه اسال عن الكفته البانيه. ايوه كفته الفراخ البانيه ولا اللحمه؟ لا باللحمه. ايوه مالها؟ لا كنت عايزه اعمل يعني المكونات بتاعتها، يعني اضيف لها، هل بيتضاف لها بقدونس؟ ايوه يا فندم، بيتحط لها بقدونس وبيتحط لها تومتين بالعدد. هو قد ايه لحمه؟ كيلو؟ نص. طيب نص كيلو هتحطي له تومتين وهتحطي بصله متوسطه مع بقدونس مع ملح وفلفل وبهارات لحمه، تضربيهم الاول تنعميهم كويس قوي في الكبه مع نص رغيف عيش بلدي مبلول، وتاخديه تعصريه بكف ايدك كده وترميه فيها. بعد ما تفرميها كويس قوي تقومي حاطه اللحمه بقى بعد كده معاها، وتقومي فرماها بحيث تديكي عرق كده حلو، وتبتدي تشكليها زي ما بتحبي، وتعمليها دقيق بيض بقسماط، وبعد كده تقليها وبالف هنا وشفا. دي يعني بيض وبقسماط؟ دقيق الاول وبعد كده لبن وبيض وبعد كده بقسماط عشان تدي لحضرتك الهشه اللي فيها دي. ايوه بس. لكن هي من جوه كده تبقى مستويه عادي يعني؟ بتبقى زي الفل. بصي حضرتك ما ترفعيهاش قوي وما تطخنيهاش قوي. يعني تبقى الكفته الطبيعيه بتبقى زي الفل. ممكن حضرتك لو قلقانه هتجيبي بتاع ده هو مصفى ستانلس. أيوة. ويكون تحتها ميه بتغلي. وحطيها الكفته في المصفى وحطي المصفى كده هو يبقى تحتها في ميه. دي بعد ما احمرها؟ لا يا حضرتك وهي نيه. وهي نيه ممكن تديها بالظبط تفويره. تنزلي ميتها بس. أيوة يا دوبك. أيوة. تشد وتقومي واخدها زي ما بقول لحضرتك كده وتقليها.
ايوه بس شكرا. اهلا وسهلا بحضرتك وشكرا ليكي واتصالك وصباحك زي الفل. اهلا وسهلا يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. نزلنا حضرتك دلوقتي هنا بالزيت، بعد كده حطينا البصل بالشكل ده. الاكله دي بجد الاطفال هيحبوها جدا لان ريحتها بتبقى حلوه قوي وطعمها مش قادره اقول لحضراتكم حلو، ومع القيمه الغذائيه العاليه. اهلا وسهلا اهل الجيزه الحلوين. استاذه صيام صباح الفل. صباح الفل على عيونك يا قمر. صباحك عسل. اموري الحمد لله. عفوا اتفضلي يا فندم. انا عايزه على طريقه الرومي، عمل رومي ديك رومي. الديك الرومي حاضر. وكنت عايزه اطلب من حضرتك حاجه. اتفضلي. كنت بس عايزه اوصل للدكتوره منى العراقي، فانا مش عارفه اوصلها. اتفضلي حضرتك، سيبي رقم التليفون بتاعك في الكنترول او ارجعي للكنترول وهم هيوصلوكي بيها. معاكي معاكي استاذ محمد الليثي، ارجعي له على الكنترول وهو هيوصل حضرتك بيها. شكرا ليكي ولاتصالك يا فندم. انا اهم حاجه ان الفراخ تاخد طعم الشوي الجميل ده. انا من الناس على فكره اللي بحب الشوي جدا، يعني من الحاجات اللي بستمتع بيها وانا بعملها. هديها تاني بالشكل ده. مش عايزه اقول لكم الريحه بجد حلوه قد ايه. جربوها وقولوا لي، وصوروا الاطباق اللي احنا بنقدمها لحضراتكم اللي بيعمل حاجه ويجيبها لي، صوروها وهنعرضها على التلفزيون. طيب بعد ما قلبنا الخضار بالشكل ده انا هجيبه كده على جنب عبال ما نروح فاصل ونرجع نكمل مع بعض بقيه الشيش طاووق، ونشوف الرز ونشوف الفراخ تكون شدت حبه كده حلوين. مش هكمل اي حاجه الا ما نروح ونرجع. فاصل ونواصل وصباحكم زي الفل. حضراتكم مرة تانية مع الفراخ المشوية والحاجات الحلوة اللي احنا بنعملها دي كده اهو. ايوة. طيب هناخد دي كده تقليبة. انا هديت النار عبال ما نرجع علشان نكمل مع بعض. شايفين حضراتكم التفتيح اللي انا بفتحه ده بينزل اي دم فيها ازاي؟ علشان ده بيضايق اطفالنا جدا اهو. بصي انا عايزه الشوي ده والجمال ده اهو. بعد اما بتديكي اللسعه الجميله دي، الله 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 على الشوي الجميل. ده احلى شغل ده ولا ايه؟ طيب هنيجي هنا دلوقتي، وبعد ما تتشوي بقى وتاخد درجة اللون الأحمر اللي حضراتكم بتشوفوه معايا ده، شايفين دلوقتي هقوم نازلة هنا كده أهو. صباح الفل يا أستاذ عفاف، ازيك؟ الله يخليك يا حبيبتي. صباحنا فل وعسل ابيض. الله يخليك يا جميله يا فل. الله يخليك يا فندم. موري حلو قوي، جميل قوي الاكل اللي بتعمليه النهارده. الله يخليك يا رب ينول اعجاب حضراتكم. انا ببقى مبسوطه والله طول ما حضراتكم مبسوطين. ده بصي الرز تعالي، بصي على عيونك الحلوه اهو. الله يخليك يا فندم. اتفضلي. هو سؤال واحد. اتفضلي. السمك الباصة بيغسلوه ولا بيعملوا ايه؟ لان بيقولوا لو اتغسل بيشرب ميه كتير. لا يا فندم، في فرق ما بين ان انا انقعه في الميه كتير فيشرب سوائل فيتهري، وفي فرق ما بين ان انا اغسله على طول. اي سمك في الدنيا لازم يتغسل عشان الزفاره. ايوه. لا يا فندم يتغسل طبعا. حضرتك بتجيبي طبق تحطي فيه دقيق، رشه دقيق كده، وليمونه معصوره، شويه ملح،
أيوة. وبعدين بتقومي حضرتك يا دوب شطفاه فيها على طول، وشطفاه بعد كده بميه وحطاه في المصفى اللي هي زي بتاعه المكرونه، زي مصفة أيوة. المكرونه كده، وتخلي أيوة. طبق غويط، بس المصفى تبقى عاليه عن قاع الطبق. طبعا عشان الميه ما تبقاش من تحت كده. ايوه بس كده بيبقى زي الفل. شكرا يا حبيبي. الله يخليك يا فندم، وتتبليه عادي. اتفضلي اموري تاني يا جميله. اتفضلي. تجهيز الفول المدمر. ايوه يعني ميه مغليه الاول وبعدين احطه وانقعه قبليها ولا؟ بصي حضرتك، الفول المدمس بيتنقع 12 ساعه. ايوه. تتخلصي من الميه دي، بتبقى ميه وعليها معلقه سكر. ايوه. بعد كده حضرتك بتحطيه، بتشطفيه كويس وتحطيه في القدره مع أيوة. شويه عدس. أيوة. بس العدس بيتحط في الاخر مش من الاول، علشان ما يلزقش في القاع تحت يقوم أيوة. يغير الطعم. بحط انا شويه بيكربونات صغيرين على طرف المعلقه خالص، ما عندكيش أيوة. ممكن تحطي بيكنج باودر. أيوة. الحاجه الثانيه بنحط الستريك اسيد اللي هو ملح الليمون، حاجه ملح بسيطه ما فيش أيوة. ملح ليمون، ممكن تعصري ليمونه تاخدي بالك. بالظبط أيوة. كده الستريك اسيد. بنحط أيوة. كمان معلقه سكر لان بيخلي الطعم حلو قوي. الستريك أيوة. اسيد بيحافظ أيوة. عليه انه ما يأكسدش. ايوه بس حضرتك وبترفعيه على النار قرب السوى. أيوة. يا تحطي شويه أيوة. فول مدشوش، يا تحطي شويه عدس اصفر. أيوة. بس كده. ايوه مفيش اي صعوبه. شكرا شكرا يا حبيبتي. تأموري تأموري يا فندم. شكرا لحضرتك ولاتصالك. احنا قربنا على العكاوي ولا لسه؟ ده احنا هنعمل احلى عكاوي. احنا ما ورناش حاجه غير ان احنا طول النهار نعمل عكاوي يا فندم. ميرسي يا حبيبتي. الله يخليك يا حبيبتي. صباحك عسل. شكرا الف سلامه يا ست. باي باي. لو سمحت العكاوي يا ليسي مطلوبه، يعني احنا عملنا العكاوي بس علشان خاطر الساده المشاهدين هنعملها لكم 1000 مره كمان. بالظبط كده. اهلا وسهلا حاجه ناديه، صباح الفل واهل اسكندريه الغاليين. صباح الهنا والسعاده واحلى ابتسامه في الدنيا. الله يخليك يا فندم. حبيبه قلبي عندك كده يعني جاذبيه ان انت تخلي يومنا جميل ان شاء الله. الله يخليكي. انتوا لناس زي العسل، انا ما بعرفش اطلع من غيركم. والله ما شاء الله عليك يا شيف رهام، يعني انت كل الاسئله بتقوليها وانت واقفه ما شاء الله. الله يخليك. يعني ربنا يكرمك كده ويجعله في ميزان حسناتك ويحسن دايما ما بين ايديكي ويحبب فيكي خلقه. الله شويه يخليك. دعوات بقى ربنا يستجاب مني يا حبيبه قلبي. ما نحرمش من حضرتك ومن دعائك الجميل. ده انت تستاهلي والله يا ريهام. انت يعني ثقافه وعلم ويعني حاجات كتيره في يعني شخصيتك، يعني الله يخليكي. مش مجرد كده شيف تطلع تطبخ وخلاص. لا الله يخليك يا فندم. الله يخليك. بنستفاد منك كتير حبيبه قلبي. تعيشي والله. تعيشي يا فندم. حضرتك الاحسن يا رهومة. الله يخليكي. الحلقه النهارده منتهى الجمال. الله يخليكي بصراحة. الله يخليكي. متنوعه وتنفع الكبير وتنفع الصغير. لا انا اهم حاجه يعني الاطفال كمان، يعني مش قادره اقول لك انا بعشقهم قد ايه. وانا مع حضرتك ان لازم الخضار ياكلوه، ما فيش والكبار ما ياكلوش خضار. بالظبط. لا احنا لازم ندخل لهم. بترجع للام ان هي تكون يعني كل حاجه تدركها في ولادها. بص يا فندم انا بدون قطع كل الاكل يدخل جسمهم. بدون قطع كلام حضرتك، في امهات بتبقى عارفه زي ما بيقولوا ايدا العشره شمع. والولاد مش عايزين. أيوة. يعني انا بشوف امهات بيصعبوا عليا والله جدا، تقول عاملين وعاملين وعاملين مفيش فايده. والعكس صحيح يا رهومة. أيوة. تشتري دماغها تقول لك ياكلوا ده ومش مشكله، انا هوجع دماغي صح؟ ايوه. ربنا يديك الصحه حبيبه قلبي. الله يخليك. بصي يا رهومة، في الحاجات الكريسبي اللي بنشتريها غاليه قوي، يعني السوداني والحاجات الكريسبي دي اللي بتتعمل باطعم غريبه كده. ده سهل طبعا جدا. حضرتك عارفه واخده بالك؟ اللوز والحاجات دي والذره. ايوه الحاجات المقرمشات دي بقت أيوة. غاليه جدا وانا بحبها صراحه. ايوه فيا ريت كده تخصص لنا كده يوم حلو كده تعملي لنا المقرمشات دي. المقرمشات وهديكوا الاطعمه تعملوها ازاي طبيعيه في البيت للشيبسي عشان ولادنا. ايوه ما شاء الله بدل ما ناكلهم. حضرتك نبيها يعني وصلت السؤال بتاعي اللي انا نفسي اقوله لحضرتك. حاضر. بدل مكسبات الطعم الصناعيه نعمل أيوة. حاجات طبيعيه. حاضر. يا ريت بالله عليك. عيني والله. عيني عيني. وتسلم ايديكي والحلقه جميله زي عوايدك. الله يخليكي. الله يخليكي. وبتمناكي تكوني هوا على طول، انا بحب ضحكتك كده واسمعك كده في وداني. الله يخليكي. الله يخليكي. احنا ان شاء الله باذن الله طبعا كل حاجه هتتعمل ان شاء الله. ان شاء بس الله يعني معلش اذا كنت انا في بعض حلقات بطلعها مسجله
لان في برامج جديده طالعه في قناه النهار هتفاجئكم بحاجات حلوه قوي. أيوة قوي طبعا. فيعني علشان زمايلي يعني انا شويه هوا وهم حابه يسجلوا، بس يعني اول ما هنخلص الكلام ده هبقى معاكم على طول ان شاء الله. شكرا لحضرتك والاتصالك يا استاذه ناديه. طيب انا حاطه الكريمه مع الجبن وسايباهم ان هم كده يفكوا لحد ما يفكوا، بعد كده هحطهم على الفراخ المشويه وهتشوفوا كده حاجات حلوه قوي. هجيب دي كده هنا على جنب، وبعدين هحط الكريمه هنا جنبي على العين الثانيه هنا، تتقلب كده براحتها خالص. الرز بتاعنا هنا خلص، تعالوا بقى نشوف الفراخ دي احنا هنعملها ازاي، اللي هي المتقطعه شيش، اللي هي شيش طاووق. يعني ايه شيش طاووق؟ يعني ان احنا بنجيب الوراك المخليه وبنقطعها وبنحطها في الستيكس زي ما حضراتكم مثلا واخدين، اللي هي بتبقى العيدان الخشبيه اللي هي اللي زي كده. فعلشان مش كل مره هنعملها كده لاطفالنا، عايزين نجدد بقى، مش كل مره هنحطها لهم في السيخ الخشب. فنجدد ازاي؟ تعالي نشوف. هنيجي دلوقتي نجيب الفراخ وهي متقطعه بالشكل الجميل ده، دي وراك مخليه مش صدور. خلاص المقادير مع حضراتكم على الهوا، اللي عايز يكتبها طبعا يتفضل او يصورها. بعد كده هتبلها بعصير البرتقال، وهناخد بهارات شيش طاووق. انا بس بقلب هنا كده بالشكل ده علشان انا عايزه المطاطيه بتاعه الجبنه دي. انا ممكن اعمل حاجه تانية، اهي شايفين الجبنه بتمط ازاي، لان دي عباره عن زي ما بيقولوا الميكس تشيز، اللي هي جبنه شيدر على جبنه رومي على جبنه موتزاريلا. ادي الجبن هي على بعضها مع الكريمه، ممكن هجيبها على الجنب هنا كده بحيث هي تاخد درجه حمى الارض. وبعد كده هقوم حاطه هنا مع عصير البرتقال، هحط بهارات الشيش طاووق موجوده في كل محلات العطاره وفي الهايبر ماركت، وهنحط الجنزبيل الفريش، وهنحط ثوم بالشكل ده كده، وهتبلها في التتبيله الجميله دي مع شويه الملح. اهلا وسهلا استاذه ماجده. صباح الفل يا ريم. صباح الفل والعسل والهنا ونقول ايه والمربى وكل حاجه حلوه. مفيش احلى منك يا ريم. الله يخليكي، ده البرنامج حلو بمشاهدينه. اتفضلي. ربنا يخليكي يا ريم، احنا بنحبك من زمان جدا. الله يخليكي، الله يخليكي يا حبيبتي، اموريني. بالامر الله. بس يا ريم انا طلبت منك الرز اللي هو بالخضار، انا اكلته في المطعم وعجبني جدا. كتبتي المقادير بس قولي لي على الوصفه. هو رز اصفر بسمتي. أيوة. أيوة. في فاصوليا وفلفل الوان وجزر وجزر، طعمه جميل عجبني. بصي حضرتك، هو بالظبط تقريبا هو نفس الوصفه اللي انا عاملاها دي النهارده، بس شيلي منها الفراخ اهي، هي دي. طيب حطيتي بصل؟ حطينا بصل يا فندم الاول تحت، حطيت زيت وبعد كده البصل، بعد كده بتنزلي بالخضار مخرطاه صغير وني، ما تسلقهوش عشان ما ياخدش درجه سوى الرز فيقوم يتهري. طب والطعم الجميل ده اللي كان فيه ده يا فندم بيبقى بودره الزعفران، او حضرتك بتجيبي بهارات رز بالزعفران، دي بتبقى موجوده عند العطار، قولي له بهارات رز بالزعفران. ماشي يا ريم. واخده بال حضرتك؟ بس كده هتاخديها يا فندم. وتسقي المرق الفراخ اللي عندك في الثلاجه، سلقه فرخه، شيلي الدهون بتاعتها من على الوش، تغلي وتقومي ساقيه بيها الرز. طب ماشي يا شيري، الف شكر. الله يخليك يا حبيبتي، جربيها وصوري لي الطبق وبعتيهولي علشان هعرضه لك هنا عندي في البرنامج. شكرا لحضرتك والاتصالك حبيبه قلبي. طيب حاجه هنا، حطيت شويه زيت بالشكل ده، علينا النار، تبلنا الفراخ، حطينا عليها تاني هنقول ايه جنزبيل، حطينا ثوم، وحطينا عصير البرتقال، وحطينا بهارات الشيش طاووق مع ملح وقليل من بالظبط كده من الفلفل، وادي سنه زعتر اهو. وتعالي نشوف هنعمل ايه. اهم حاجه ان الزيت هنا عندي يسخن، انا عايزه اقلب برضو الرز هنا. هو الرز خلاص كده استوى،
حتى احنا ممكن نرفعه. تعالي نبص عليه اهو، الرز بقى زي الفل ومفلفل وجميل. اللي بيديله الفلفلة دي الشوربة لما بتبقى مغلية، الغلوة اللي بديها له الأول ما بحطها على النار اللي هي الخمس دقايق الأولانيين، وبعد كده حطه على نار هادية بيستوي في درجة البخار اللي حضراتكم شايفينها دي. حاجي هنا الزيت هنا عندي اهو، عايزة بس يسخن سنة كمان اهو. اول ما هيبتدي يسخن هقوم نازلة بالخلطة بتاعتنا دي بالشكل ده. اهلا وسهلا استاذة وفاء واهل اسكندرية الغاليين. خليكي صباح الفل، ازاي حضرتك؟ كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيبه حبيبه قلبي، واعياد سعيده يا رب عليكم. يا حبيبه قلبي على اللي انت بتعمليه كله. تسلمي تسلمي يا فندم، ده من ذوق حضرتك. انا متابعه حضرتك في القنوات اللي قبل كده والله. الله يخليكي حبيبه قلبي، تعيشي تعيشي. ما البرامج دايما الحقيقه ما بتنجحش زي ما بنقول الا بمشاهدينا. انا فرحت قوي لما حضرتك جيتي على النهار والله. الله يخليكي يا فندم، شكرا لذوق حضرتك. اتفضلي يا ست. تسلم ايديكي يا رب. تسلم يا فندم، اموري. كنت عايزه اقول لحضرتك بس طريقه عمل الحلبه المعقوده. الحلبه المعقوده اللي هي اخت المغات. اللي بالعسل الاسود. ماشي ماشي، مفيش فيها اي مشكله. حاضر. انت ولا حضرتك تقصدي مش الحلبه المعقوده المفتقه؟ أيوة. هي المفتقه. حاضر حاضر يا فندم، حاضر. اوعد حضراتكم ان انا ان شاء الله اعملها لكم على الهوا. يا ريت والله. حاضر حاضر، عينيا الاثنين. ربنا يخليكي. هحضر المقادير بتاعتها لان هي بتاخد حاجات باسامي معينه من عند العطار. بتاخد قرطاس وبتاخد سمسم وبتاخد حلبه وعسل اسود، ليها نظام في طريقه عملها، وبتاخد صمغ. فهظبطها لك. حاضر عينيا. ربنا يخليكي. تأمري. حاضر عيني. منك يا اهلا وسهلا. ايديك على كل اللي بتقدمه. الله يخليكي يا فندم، شكرا لحضرتك والاتصال. الله يخليكي يا حبيبتي. اهلا بيكي يا فندم، اتفضلي. طيب احنا شوحنا الشيش طاووق، هبتدي اهو احطه على النار زي ما احنا حاطينه كده مع عصير البرتقال. وهنجيب بوله هنا تانيه جنبينا، هنحط فيها صوص الباربيكيو. تمام كده يا ليسي؟ وايه تاني؟ الله يخليك، العفو. وهننزل بشويه عصير البرتقال عليه، وبعد كده وهنقوم مقلبين بالشكل ده كده بالمضرب علشان يتجانسوا كده مع بعض. خلاص. حاضر حالا يا استاذ جوهر، ياخدهولك. بس احط بس يعني ايه شويه مرق كده بسيط، يعني هنقول ملو كبشايه من المرق اللي عندنا اهو، هنا اهو كده. ادي كبشايه واحده، هسيبها تستوي عبال ما نروح فاصل ونرجع اروق الدنيا ونغرف بقى ونشوف هنكمل بقيه الفراخ دي ازاي وهنعمل كل حاجه مع بعض. فاصل ونواصل. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية مع الأكلات المخصوصة للأطفال. بصوا بقى حضراتكم، احنا دلوقتي هنعمل كالآتي. هنا الفراخ بتاعتنا دي اتشربت شوية كده، هنزل بصوص الباربيكيو اللي بالبرتقال، هيديها طبعا طعم الشوي ده حلو قوي. وهنحط الفلفل الملون مع المشروم، بقلب بالشكل ده. هنحط له كمان بشر برتقال كده بسيط، بيخلي ريحه الطبق حلو قوي اهو. مش هحط الكم كله، يا دوب يديني بس ريحه حلوه. عفوا. هاجي هنا واقوم حاطه بقى البروكلي على الوش علشان يا دوب هو بيستوي في درجه الحراره دي. وتعالوا نشوف حضراتكم هنعمل ايه دلوقتي. هسيبه كده، وبعدين
هنيجي هنا نجيب كده شوية مكرونة بالشكل الجميل ده، طبق طبق كده هنعمله مع بعض. نشيل ده كده. بعد ما عملنا ده هنشيل ده، وبعدين هنقوم عاملين كالآتي. هجيب الفراخ جنبي هنا، وابتدي اغرفها طبعا زي الاطباق اللي بنشوفها معروضة في قلب المحلات اللي اطفالنا بيشبطوا فيها. هتعمليها في البيت في منتهى السهولة، وبعد كده بتنزلي بالصوص بالشكل ده اهو، خلاص. هاجي هنا واقوم واخداه، احط سنة من حاجة خضرة كده بسيطة خالص، واروح اطلعه قدام علشان خاطر اغرف بقية الاطباق بتاعتنا اهو. هاجي هنا خلي الفراخ دي كده عبال ما نغرف الرز. ادي طبق الرز اللي بالخضار بتاعنا. بصي الرز لاخر حباية اهو، بنقلبها ولا في اي، مفيش اي حاجة لزقة ولا اي حاجة محروقة ولا اي حاجة اهو. ادي شكل الخضار، الرز اللي بالخضار بتاعنا لاطفالنا بيحبوه بالشكل ده، مع رشة بسيطة من البقدونس. وهاخد الطبق اطلعه هنا قدام بالشكل ده، بس اكون حطيته كده. وهاجي هنا ونرص العيش بتاعنا بالشكل ده، وبعدين نغرف الفراخ. احنا طبعا عيش التورتيلا مجرد لما بتقطعيه وتسيبيه متهوي، هو لما بينشف بيبتدي يعمل طيب اوكي بالشكل ده. وبعدين هتقومي جايه وجايبه الفراخ بالشكل ده ونازله بيها هنا كده، بعد ما حطيتها كده هروح اديها لاطفالنا الحلوين واقول لهم بالف بالف هنا وبالف شفا اهو. هناخد هنا شرايح البرتقال بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، وهروح احطه على السفرة بتاعتنا اهي بالشكل ده. وما ننساش كمان شوية برتقان من المبشور ده كده على الوش. ويا رب حلقة النهاردة تكون نالت اعجاب حضراتكم، واكون قدرت ان انا اعمل حاجة ولو بسيطة لاطفالنا علشان يبقوا مبسوطين وفرحانين. اشوف وشكم بخير بكرة في حلقة جديدة ان شاء الله من الف هنا. شكرا ليكم والسلام عليكم.